مشاهدينا الكرام، لتعليق على شأن اليمنيين انضموا إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بكم سيد عبد العزيز. بداية، أنباء عن استعادة قوات الشرع هي السيطرة على جبال استراتيجية بمحافظة صعدة، كيف تقيم هذه الانتصارات؟ الحقيقة في صعدة فيها 5 جبهات، وللأسف الشديد فإن هذه بين الفينة والأخرى يعني تضطر الشرعية للإعلان عن سيطرة على جبال استراتيجية. والحقيقة حقيقة الأمر أن الجبال هي يعني المنطقة كلها جبال متساوية ومتوازنة، فما يحدث في مديرية رازح أو في غيرها من مديرية صعدة يدخل في إطار الكر والفر. نحن نتكلم عن جبهة مضى عليها 3 سنوات في جبهة صعدة، والذي استطاعت تحريرها الشرعية أو القوات الشرعية من الحدود السعودية في أحسن الأحوال لا يتعدى 15 كيلو متر في يعني خلال 3 سنوات، وهذا لا يعتبر انجاز عسكري. وعندما يدعي احد الاطراف انه سيطر على جبل استراتيجي فالمنطقه كلها جبال، لدى الطرف الاخر جبل يوازي، فالامر ياتي من باب الحرب الاعلاميه، ليس الا لا يوجد شيء من هذا القبيل. طيب، ولكن كيف تؤثر هذه الانتصارات، يعني هذا الحديث، التصريحات الاعلاميه او تصريحات القيادات الامنيه عن هذه التقدم او هذا التقدم او هذه التحركات، يعني تعتبر نوعا ما انتصارا على ميليشيا الحوثي، كيف ستؤثر على سير المعارك في صعدة؟ لا يا اخي الكريم، هي لا تعد انتصارات، عباره عن حرب كر وفر او اشتباكات روتينيه، لن تؤثر على مجريات الاحداث في صعدة. نحن نتكلم عن الجبهه لها 3 سنوات، كان يفترض وتعدد الجبهات حسب القاعده العسكريه الجيوش النظاميه اذا تفرقت قواتها قلت فاعليتها، ففتح جبهات كثير في صعده يجعل القوات الشرعيه غير فاعليه، ولا الحوثيين يستقبلونها يعني يتعاملون معها بحرب عصابات. حرب العصابات مناسبه للحوثيين، بينما الشرعيه كجيش نظامي تفقد سيطرتها واهميتها. طيب، كيف تسير او الى اين تسير الان الازمه في اليمن، خاصه مع مساعي لجر او سحب او يعني سميها ما شئت، يعني ميليشيا الحوثي يجب ان تذهب الى السويد من اجل وضع النقاط على الحروف بشان اتفاقيه سلام تعقد او تبرم بين الطرفين، كيف ترى او تقيم المشهد اليمني الان؟ الذي اتوقع عاده تحصل اتفاقيه السلام عندما يكون هناك ضغط دولي حقيقي على متوازن على كل الاطراف، او في حاله اخرى هو انتصار احد الاطراف انتصار جليد ما يجعل الطرف الاخر يسعى الى السلام. الذي اقوله اتوقع ان مفاوضات السويد سوف تفشل كما فشلت مفاوضات الكويت، وكانت مفاوضات الكويت هي الافضل للطرفين لايجاد مخرج لحفظ ما وجهي الطرفين. لكن اتوقع الحوثي لن يقدم اي تنازلات، هل تتوقع منه ان يسلم سلاحه؟ هل تتوقع انه بعد الحرب هذا والقتال هذا كله لم يكن الحوثي يستسلم وما زال لديها اسلحه شخصيه فقط في 6 حروب في صعده؟ الان ويمتلك الدبابات والصواريخ، هل تتوقع منه ان يسلمها للشرعيه؟ لا اتوقع ذلك، فمصير المفاوضات هو الفشل. وفي حال تم التوصل الى اتفاقيه سلام، فان الحوثي فعلا هو من سوف يحكم على الاقل المحافظات الشماليه حكما فعليا، لانه هو من يمتلك السيطره الفعليه على الارض. شكرا جزيلا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، الخبير العسكري اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.